المهندس كان ليه موقف معاكي وانت في الثانويه العامه، مش عارفه كنت وانا عايزه داخل درجات الجامعه زياده وانت داخله كليه اعلام، قصه كده غريبه، عمل ايه حكايه؟ مش لا هو هو كان موظف في جامعه القاهره، والموظفين كان في كده استثناء ان هو ليهم ياخدوا خمس خمسة درجات في زياده. المية 5% يدولهم عشان كده الأولاد. قال لك خطير. فأنا في ثانوية عامة كنت هتجنن عايز أخش كلية الإعلام، فكان ناقص عليا درجة ونص بالظبط يعني. فخدني وراح قال إيه ده؟ لا طبعا يلا. رحنا ودخلنا العميد الكلية يعني الجامعة ورئيس الجامعة ورحبوا، طبعا مش قادر أحكي لك. قال له بنتي، بيعرفهم يعني، بنتي وعايزين ندخلها الإعلام إن شاء الله. الراجل رحب جدا، قال لي جبت كام؟ قلت له كده. قال لي لا سهله بسيطه، ما هو بابا عنده درجه ونص دي تاخديها يعني. فانا طبعا كلنا يعني مبسوطين بقى وفرحت فرحه الدنيا. قال لك هاتوا الاوراق، حاسس جبت دكتور الاوراق. ما فيش المهندس في رجع جواهرجي. رجع قال له استاذ فؤاد معلش كلمه، لا مش قدامي والله انا فاكره، كان راجل جميل قوي، انا اسفه ان انا مش فاكره الاسم. انا لقيت عم بقعد خرج كده معاه من المكتب وطلع يلا منه. فانا قمت خفت، وشه راح ميت لون، وهو اللي كان بيحب يسوق يعني، هو اللي كان بيسوق عربياته، كان في سواق بس هو يحب يسوق. نزلنا بنتكلم، ايوه يا حبيبي في ايه؟ مفيش. لغايه ما روحنا البيت يعني كان زعلان قوي زعلان. قوي. بعدين طلع لمامي وبتاع، قلت له لا يا فؤاد ما ينفعش. وعرفت بقى انه انا مش بنته، هيديني الدرجه ونص دي ازاي؟ فهو قرر انه يغير لي اسمي عشان ما ازعلش ما تقهرش يعني. فمامتي ما رضيتش عشان عشان انت اهل اهلي اهل طبعا باباكي، طبعا بين كلهم حبايبي يعني، عماتي انت وعماتي لسه على تواصل مع اهل مع باباكي، كل الناس، انا وهي بحب كانت كل عيلتي انت اصلا قمر والله ومحبوب يا وكل ربنا حاجه، يخليكي. لا بجد والله انا بحب اهل بابايا قوي وماما كانت متواصله متابعه طبعا طول طبعا، الوقت. عشاني علاقتها بيهم كانت جميله. طب منى انت اتجوزتي ومامي موجوده الحمد لله، ومامي وعم وشافت فؤاد البنات كل وشافت حاجه، الاحفاد كمان. وشافت نازلي وبنت فرح فريده لحقتها يعني شويه انا هتكلم على كمل. بنتينك الاول قبل بنتيني احفادك اه اللي هي طبعا حضرتهم في ايوه شويكار، يا خبر. صح وعمو كده؟ فؤاد وعمو ده كان فؤاد. على طول الفوازير بتاعت عمو فؤاد، هند على طول هو اللي شايلها كده. لا بجد؟ والله على طول كل هي فوازيره. جوزك لما جه يتقدم لفؤاد جوزي المهندس في صلة قرابة بينه وبين أحمد ومحمد، ايه؟ فجوزي مش غريب. أمامته الله العملاقة الإعلامية مديحة نجيب، الله فأنا الله. حماتي طبعا كانت مديحة نجيب، ست طبعا عظيمة اسطوره الله من يرحمها، اساطير الاذاعه والشرق ست الاوسط، اذاعه الشرق جميلة الاوسط. بجد. في فرحك ماما هي اللي ساعدتك في اختيار الفستان لان ذوقها كان حلو، قوي طبعا ورجاء الجداوي ما كانوا اصحاب قوي. ولا هم اصحاب لا لا مؤخرا، كانوا لا من هم زمان؟ اصحاب كلهم افتكر كانوا موجودين يعني، انا مش فاكره قوي بس لا يعني كان مهرجان كده ماما قالت لك ايه وانت رايحه تتجوزي؟ والله. كانت خايفه دايما عليا قوي، هي ممكن تخاف قوي قوي انت قوي. اتجوزت صغيره كمان ايه زي في ماما. الجامعه؟ اتجوزت في الجامعه، اتجوزت في الجامعه تالته وخلفت هند رابعه وانا في الجامعه. دي خدت فيها تأجيل، بس الخلفة دي خدت فيها تأجيل.